توقفت بعض الشيء، لما احنا نعمل هذه الصناعات دلوقتي بحيث صناعة السيارات والصناعات المغذية ليها. صحيح. هنعمل صندوق عشان يمول هذه الصناعة، يتبع هيئة التنمية الصناعية عشان يتم تخرج على أرض الواقع. هناك حاليا اتفاقات بتتم مع بعض الشركات الدولية العالمية المتخصصة في صناعة السيارات بحيث انها تضخ استثماراتها وتمدنا بالخبرات بتاعتها اللازمة، وتكون شركة معنا في انشاء هذه القاعدة اللي احنا بنأمل ان احنا يعني يكون لنا انتاج كبير كويس جدا منها ونصدر منها. وده مرتبط بمشروع اللي كنا لسه بنتكلم عنه من شويه، اللي هو مشروع مشروع منطقه قناه السويس وانشاء الثلاث ارصفه هناك، هيكون من ضمنها رصيف منشا مخصص لتصدير السيارات اللي هتنتج ان شاء الله في مصر باذن الله. حقيقه يعني مشروع قانون مهم جدا، بنتمنى ان يتم اقراره قريبا وان يحدث بالفعل تطوير لصناعه السيارات محليا هنا في مصر. إلى الصفحة الأولى، وهذا المنشط حول تنسيق أو نتيجة الثانوية العامة، ونقرأ 94% نسبة النجاح في اللغة العربية والفرنسية و92% في الفيزياء. أستاذ حسين، يعني من خلال هذه المتابعة، يعني أهم ملامح نتيجة الثانوية العامة هذا العام والتنسيق، وإلى أي مدى يختلف عن الأعوام السابقة؟ هو طبعا التنسيق كان متوقف قبل العيد على طول مباشرة، هيبتدي عمليات التصحيح في الكنترول، هيبتدي التصحيح من بكرة لحد إن شاء الله في بقية المواد اللي كانت امتحن منها الطلاب قبل العيد مباشرة، زي الجبر، الفيزياء، الهندسة الفراغية، ولا فكل هذه المواد هيبتدي من غدا الأحد إن شاء الله بدء تصحيحها. خلال الفترة اللي فاتت كان هناك عمليات تصحيح عشوائية للمواد اللي تم الانتهاء بالفعل منها. المؤشرات زي ما حضرتك تفضلت قلتي 94% نسبة النجاح في اللغة العربية والفرنسية، وده هنلاقيها أعلى بعض الشيء من الأعوام مقارنة بالأعوام السابقة. كل المؤشرات بتقول انها اعلى، لكن هو الملاحظ ان رغم انها اعلى لكن ما فيش حد طلاب خدوا الارقام ان هي في العينات العشوائيه اللي تم تصحيحها، عكس السنه اللي فاتت كان في كل ماده في اربعه او خمسه بيحصلوا على المجاميع النهائيه. لا، في العينات العشوائيه، وانا بنؤكد العشوائيه، لم تظهر حتى الان اي حصول اي طالب على المجاميع النهائيه في هذه المواد. تمام، يعني هل أثرت يعني ما حدث هذا العام مع امتحانات الثانوية العامة على هذه النتيجة أو هذا التنسيق هذا العام؟ احنا لسه هنشوف مع التصحيح العام كله، دي مجرد عينات عشوائية، لكن احنا ما نقدرش نحكم الا لما تطلع النتيجة النهائية بإذن الله. دي اللي هتحدد المعايير والضوابط اللي هتكون هتحكم التنسيق في التحاق بالكليات إن شاء الله. أكيد نتمنى التوفيق لجميع الطلاب. وإلى الملف الرياضي، ومن الصفحة 13 نقرأ هذا العنوان: الليلة في استاد الجيش بالسويس، قمة الكرامة بين الزمالك والأهلي في ختام الدوري. أستاذ حسين، يعني إلى الملف الكروي، ونتحدث عن هذه القمة المهمة بالطبع لأكبر ناديين في مصر الزمالك والأهلي، والاستعدادات لهذه المباراة. طبعا المباراة أهميتها بين العملاقين الأهلي والزمالك، لكن الأهلي كبطل حصل اتحسمت النتيجة اللي بيحصلوا على الدوري، لكن هي المباراة استكمال لمباريات البطولة. في اهتمام شديد جدا، طبعا المباراة هتقام بدون جمهور، الحضور هيقتصر على مدعوين من الناديين، كل نادي هيحدد 50 عضو، 50 مدعو من ضيوفه هيتم ارسالهم لمديريه الامن واتحاد الكوره اللي هو هيسمح لهم بدخول الاستاد، بالاضافه الى ممثلي وسائل الاعلام والصحافه، ودول برضو هتكون كشوفات، يعني هو اجراءات امنيه هتكون دقيقه جدا لتمر المباراه بسلام بدون اي مشاكل. فاحنا من ضمنها الضوابط اللي هي هتكون هناك كشوف معتمده لكل من سيحضر هذه المباراه التي ستتم بدون جمهور. فبالنسبه للنقاط هتبقى نقاط الرياضيين هم اللي هيعتمدوا كشوف ممثلي وسائل الاعلام اللي هيحضروا. في اجراءات امنيه هتكون داخل الاستاد وخارج الاستاد. داخل الاستاد عشان يحافظوا على اللاعبين بمجرد ما يخشوا الاستاد وحد بعد انتهاء المباراه. هناك اجراءات امنيه حول الاستاد، هتكون اجراءات امنيه دقيقه لضبط
أي محاولات الخروج أو إثارة القلق أو إثارة أي نوع من المشاكل في محيط الاستاد أو في السويس عموما، سواء قادمين من خارج السويس أو من داخلها، هتكون حيث يكون الأمور منضبطة. ويمكن وزارة الداخلية أصدرت بيان عن الضوابط اللي هي بتعملها وناشدت الجمهور أو المواطنين عموما الالتزام غدا أثناء المباراة، بحيث المباراة تمر بسلام. يعني نتمنى إن شاء ذلك الله. بالطبع أن تكون المباراة بشكل هادئ وبشكل ألاقي أكيد بمصر وبهذين الناديين الكبيرين وبدون أي أحداث شغب أو ما إلى ذلك. وهنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة في العدد الجديد لجريدة أخبار اليوم. شكرا لضيف هذه الحلقة الأستاذ حسين عبد القادر الكاتب الصحفي وأيضا مدير تحرير أخبار اليوم. شكرا لوجود حضرتك معنا أستاذ حسين. شكرا فندم، أهلا وسهلا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وغدا أخبار جديدة وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.